هذه البنوك الباقية نعم. التي لن تلغى إجازاتها أو تدمج كمصارف مشتركة، هل يضمن البنك المركزي ألا تعود مجددا لاستغلال الدولار بطرق ملتوية؟ يعني هو يعني منطقيا بعيد المنال، لكن لو رفع الفيدرالي العقوبات عنها ولو لم تدمج أو تلغى إجازاتها. الآن السؤال يعني أعتقد خلي أسأل نفسي يعني. أني أسأل نفسي بدل من سؤالك، هل إن البنك المركزي قادر على إدارة نافذة العملة؟ أنا ما أعتقد. ليش؟ لأنه عمليات تهريب العملة تتم بشكل ممنهج وثابت، وعلى العكس نلاحظ هناك زيادة في مبيعات البنك المركزي، لكن هل هذه الزيادة تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي؟ قطعا لا. ليش؟ لأنه هذه الزيادة تتم عن طريق الحصول على مستمسكات، أوراق، منفستات، تكون في الغالب تكون مزورة بعيدة عن الواقع. إذن على البنك المركزي ليساعد نفسه في تضييق عملية تهريب العملة، وأيضا يساعد الحكومة من خلال فرض الضرائب على هذه المبالغ. طيب أنت برأيك الشخصي هل يمكن تكون لا تعود تلك المصارف إلى عملية استغلال الدولار بطرق ملتوية؟ أنا ما أعتقد أنه هذا الموضوع من الممكن أن يتم في فترة قادمة على الأقل، يعني على المدى المنظور، يعني من نهاية السنة. أنا ما أعتقد سيكون هناك أي أثر لهذه الزيارة ولا حتى لهذه المصارف تحديدا. ليش؟ لأنه هي المتورطة حقيقة. طيب. هي متورطة. طالما أنها متورطة هناك من يدفع هذه المصارف. عذرا سيد ضياء، طالما نعم. أنك تقول أنها متورطة نعم. ولا يمكن لها ربما أن تسيطر على الموضوع، ما غاية المركزي أن يقوم بمحاولة لعب دور الوسيط؟ ألا ترى أنه وضع نفسه في موقف ضعيف أمام الفيدرالي الأمريكي؟ أستاذ علي خلي نكون واضحين أمام الجمهور. السيد المحافظ يحاول يلعب دور أكبر من حجمه، أما لأنه بدليل أنه حتى من يروح يتفاوض ويا الفيدرالي الأمريكي لا يستطيع أن يجاري المفاوض الأمريكي. لماذا؟ لأنه هو ما عنده أدوات من الممكن يسيطر بها على هذه المصارف، ما عنده ذيك الأدوات. هو فقط يقوم ببيع يعني من خلال التحويلات الخارجية يبيع الدولار إلى هذه المصارف، لكن هل يستطيع أن يكشف أنه هذه الأوراق اللي من خلالها يبيع الدولار، هل يستطيع أن يكتشف أنه هذه الأوراق سليمة أو غير مزيفة؟ قطعا لا. لذلك أنا ما أعتقد أنه البنك المركزي من الممكن أن يسيطر على هذا الموضوع. نعم. طيب، ما إمكانية تطوير النظام المصرفي؟ وتحدثت قبل قليل حضرتك أيضا عن موضوع النافذة الإلكترونية بحيث يمنع أي عملية تلاعب أو تهريب أو غسيل للأموال، وهي أيضا هذه من النقاط أصلا التي ناقشها البنك المركزي العراقي مع الفيدرالي الأمريكي. قبل كل شيء خلينا نأكد على موضوع مهم، أنه نافذة العملة الآن انتفت الحاجة إليها، يجب أن يقوم البنك المركزي بإلغاء النافذة والسماح للمصارف. عندنا مصرفين حكوميين، احنا ليش هاي الأموال اللي تذهب إلى المصارف الخاصة بدل أن تذهب إلى المصارف الخاصة، لماذا لا يسمح لمصرفي الرافدين والرشيد بأن يتم التعامل من خلالهم؟ مصرفي الرافدين والرشيد لديهم علاقات وتجارة مالية ومصرفية واسعة مع عدد كبير من البنوك المراسلة، وهذا في صالح الاقتصاد العراقي وأيضا يصب في مصلحة البنك المركزي. لماذا؟ لأن التعاملات ستكون واضحة عندما يكون هناك بنك مراسل. لذلك أنا يعني وجهة نظر خاصة، أنا أتمنى
اتمنى على السلطه النقديه، اتمنى على السلطه التشريعيه ان تضغط على البنك المركزي العراقي بالغاء النافذه الواحده والسماح الى مصرفي الرافدين ورشيد بالتعامل مع البنوك المراسله، وان يتم حصر المعاملات التجاريه بهذين المصرفين حتى مع وجود بعض المشاكل. هذه المشاكل ممكن حلها من يعني ما بين المصارف الاخرى ومصرفي الرشيد والرافدين، لانه احنا من الحقيقه الاقتصاد العراقي تعب جدا من يعني من عمليات تهريب العمله التي تقوم بها المصارف الخاصه. هذا الامر يجب ان يتوقف ويتوقف فورا. لا يعني يجب ان لا يحمي احد، لا أحد يحمي محافظ البنك المركزي، لا أحد يتعكز أنه هذا الرجل قام وقام. بالعكس، هناك مشاكل كثيرة يعني حصلت بسبب محافظ البنك المركزي سيد العلاق.